مرت أخي؟ تعي شوفي شو لقيت. شو عم تعملي؟ طلعي لبرا. لقيتها تحت المخدة، طلع محتبس فيها تحت مخدته. انت كثير زودتيها. لك ليش زديتيها؟ شو بكي؟ إذا إجا ما لقاها يا جبي رح يعرف إنه فتنا على غرفته ودورنا بين أغراضه. بس أنا ما فتت على غرفته. يلا اطلعي لبرا. استني لرجعها محلها. ما في شو عم تعمل عنده؟ ليش محتفظ فيها؟ واضحة الزلمة عشقانك. شو عم تحكي أنت؟ مانك مبسوطة؟ طلعي بعيوني لشو؟ حاجة بقى. ليش لتنكري؟ الزلمة حابك وما بده شيء وما عم يضغط عليكي. سمعك شي كلمة ضايقتك لهلا؟ هو حر بمشاعره. الورقة معك فاطمة؟ ايه معي. اصحك تنسيها هون. بعدين ميسر تضحك علينا وبتقول انتو اتنين مثل بعضكم. انتو لساتكن ما رحتوا؟ هلا طالعين. استنوني جاي معكن. وقفوا. انتي لوين رايحة؟ بدي زور الست بيان قبل ما يرجع مراد. هداك اليوم قلبت خلقتها لما سمعت انه رح نترك البيت. رايحة طيب خاطرها شوي. ايه روحي روحي. صار ضروري كتير انه نغير هالبيت. بكرة ما بتعرف شو ممكن يساوي فينا. لهيك لا تطولوا بالسوق، اشتروا الاغراض وفورا ارجعوا. اصلا بلا شيء انا ميتة من رعبتي. ما بدي تشغلوا لي بالي. ما حدا بيستجي يقرب منا ونحن مانا خايفين من حدا. لا تتظاهري قدامي انك قد حالك. اسمعوا كلامي وبس. تشتروا الاغراض وبترجعوا. سمعت لمعي؟ ايه سمعت. لا تاكلي هم ميسر. نرجع بكير ما هيك فاطمه؟ فيني اطبخ وفيني نظف واجلي وبعمل اي شيء. اكلها كتير ظريف لاختي فاطمه، كتير ظريف. بعرف. لسه البركة اللي أكلناها طعمتهم بتمي. مليت من القعدة بالبيت، صار لازم شوف لي شي شغلة اشتغلها. ايه منا بتطالع مصروفة ومنا بتتسلى كمان. بصراحة أنا بحاجة لعمال عندي بالمطعم. مدام بدك تشتغلي أنا موافق. ها يعني ما عندك مشكلة؟ ما رح تشغلها عندك؟ ما في مشكلة بنتي. شكرا لك. مرحبا. أهلين. ها ليكن وصلوا الطلبات تبعنا. تعال هون فهمي. قلي جبت كل شي؟ مشي الحال، وجبت لك سكاكين جداد كمان. عود خلينا نضيفك كاسة شاي. يا ابني جيب شاي لفهمي وقلنا كمان. لا ما رح نشرب شي، صار لازم نروح. ايه بدنا نروح بدنا نروح. لا يكون اتضايقتوا من قعدتي معكم. شو هالحكي؟ طيب امتى فيني بلش؟ فيكي من بكرة الصبح. اتفقنا. خير شوفي فاطمة رح تبلش تشتغل هون عند المعلم سرور. عن جد؟ مو على اساس رح تنتقلوا؟ لا لسه ما شفنا بيت. شغلي هون ما له علاقة بنقلتنا. أنا وافقت شغلك عندي. ما بصير تقطعيني بعد كم يوم. إذا اتفقنا حتى لو انتقلنا أنا رح أجي لهون كل يوم. إذا هيك ما عندي مشكلة. حلو برافو عليكي. وكريم موافق على شغلك؟ موافق. ليش لحتى ما يوافق؟ ماشي لكان موعدنا بكرة الصبح. اتفقنا. اسمحوا لنا. الله معكم. ألف مبروك أختي. يسلموا. مع السلامة. سلموا على أخي كريم. الله يسلمك. وإلك كمان مبروك. حبيت ساعدها. إن شاء الله ما تخيب لي ظني وتكون قد كلمتها. بخاف تأثر مشاكلها على شغلها هون. إيه انتهت هديك القصة ومشي الحال هلأ. هذا اللي أنا بعرفه معلم السرور. وافقت شغلها بس ماني مطمئن. شكلها محتاجة للشغل. ما حبيت فشلها. يا سيدي منشوف. إن شاء الله تكون منيحة وشغيلة.